خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي، مصر تجدد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وتدعو لقمة إقليمية ودولية. أضخم قافلة إنسانية مصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنتظر في العريش مع تواصل مبادرات التبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى 2384، وتل أبيب تسجل 1400 قتيل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري ورابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تسعى مصر بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأكد مجلس الأمن القومي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، هذا فضلا عن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. We'll be right back.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة العمل وبقوة وعزيمة لاحتواء التطورات الحالية في قطاع غزة والحد من تداعياتها. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وبالوفد المرافق. أنا عارف إن أنت دي آخر محطة في جولتك الكبيرة وده جهد كبير قوي أنت بذلته، واسمح لي أقول لك إن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي إن أنا أبدأ كلامي بنقطة في منتهى الأهمية، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، أي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويلة جدا منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور إيجابي جدا جدا في كل الأزمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهاردة على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقة أمر في منتهى الأهمية، في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الأرقام اللي أنا هقولها لي، وأنا بذكرها من باب إن إحنا نبقى قد إيه تأخرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12,500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الإسرائيلي سقط منهم 2,700 منهم 1,500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة. اللي أنا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع. فيما يخص الأطفال أو المصابين، قبل ما أتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن إسرائيل 12,000 مصاب. من الأطفال سقط 2,500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية، لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبط على مدى اكثر من 40 سنه، ان ما فيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبه لايقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا اولا لاحتواء الموقف وعدم دخول اطراف اخرى الى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، انت تحدث وقلت انك انسان يهودي، وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في أوروبا، يمكن في أسبانيا، يمكن في دول أخرى، لكن في بلادنا العربية والإسلامية ما حصلش. لا، أنا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين أن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزة، لان النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في أزمة خبز تتداعي. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا، انتم موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضية والعالمين الى حد ما بأسباب الأزمات دي. لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مش عايز اقتل عليك، ورحب بيك اهلا وسهلا بالوفد المرافق ليك، وان شاء الله يكون
لقائنا ده فرصة كبيرة جدا جدا وقوة دفع إلى إيجاد حل للأزمة الحالية. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them. But inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية مصر. وخلال كلمته بمجلس النواب أكد المستشار دكتور حنفي جبالي أن موقف الرئيس السيسي تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأعلانه عدم تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على مقدراتهم ما هو إلا تجسيد لما يدور بقلب وضمير مصر وكل مواطن مصري. موقف سيادته الحاسم تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان فخامته عدم تخلي مصر عن الأشقاء في فلسطين والمحافظة على أرضهم ومقدراتهم ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد وضمير كل مواطن مصري وكاشف بما لا يدع مجانا للشك عن مدى الحكمة والرصانة التي يتمتع بها فخامته في التعامل مع الموقف سيما في ظل بعض الأفعال التي تصدر من بعض الأطراف بغية إقحام مصر أو جرها نحو تنفيذ مخططات لم ولن تنزلق نحوها الدولة المصرية. أكد وزير الخارجية سامح شكري مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء منوها لاستمرار المشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف القصف الإسرائيلي
وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث حرص شكري خلال الاتصال على الاستماع عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا طوال الوقت. وفي مقابلة خاصة مع شبكة CNN الأمريكية، أكد شكري أنه بسبب القصف الجوي الإسرائيلي فإن الجانب الفلسطيني ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات. كما أكد شكري أن مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمساعدات، مشيرا إلى وجود تعاون مع الجانب الأمريكي. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ومعالجة الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لحماية المدنيين مع تصاعد حصيلة الضحايا في غزة. كما ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. بعد التحية، يعني ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم وثابت، ومصر دائما تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. كيف ترى دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات الراهنة حاليا؟ مساء الخير. هو دور مصر الحقيقة في دعم الأشقاء بشكل عام في العالم العربي والعالم الأفريقي يعني لا يزايد عليه، ودور مصر ثابت. وشفنا مؤخرا كان في مساعدات مصر للإخوة في ليبيا وفي السودان وفي غزة، وغزة تحديدا والقضية الفلسطينية تحديدا هي أكثر القضايا العربية التي يعني استنزفت مصر، أو يعني مصر ساهمت فيها بقدر كبير جدا منذ ما قبل 48، مرورا بالحروب اللي خاضتها طوال صراع العرب الإسرائيلي. ويعني قدمت مصر الدم والمال وتأخر التنمية بسبب هذه الحروب، وحتى في الأزمات واللحظات الحرجة والتوترات كانت مصر دائما هي التي تعمل على إنقاذ الإخوة الفلسطينيين والدم الفلسطيني في أي أزمة أو أي حرب أو توتر. وده مش غريب على مصر، لأن مصر بتتعامل من واقع التزامها الأخلاقي والتاريخي كدولة عظمى في الإقليم وكدولة كبرى وشقيقة كبرى. لكن الحقيقة أنا في السياق ده طبعا ما قدمته مصر في الأزمة الأخيرة هو مماثل لكثير مما قدمته مصر في أزمات دائمة ومتكررة في على أرض غزة أو في الداخل الفلسطيني. لكن هو ما أشير هنا أنه يجب علينا جميعا أن نحذر كمصريين وكعرب أن المخطط كبير، يعني المخطط الذي وعدته مصر في عام 2013 بثورة 30 يونيو، وكان قارب المخطط من نهايته من تفتيت المنطقة إذا سقطت مصر وإذا يعني ضعف الجيش المصري لا قدر الله. فبعد ذلك صارت يعني مخططات بديلة كثيرة لتفتيت المنطقة. أصبح الآن هو الأمر هو تفتيت المنطقة بعد إسقاطها، وإسقاط المنطقة يعني تسقط المنطقة إذا لا قدر الله سقطت مصر أو ضعفت مصر أو ضعف الجيش المصري. ولذلك يعني أنا معلش بوسع الدائرة شوية، لأن لابد أن ننبه في هذه الظروف الحالكة السواد أنه ما يحدث هو الآن هو حرق الأطراف للتأثير على القلب، يعني حرق الأطراف حوالين مصر، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في السودان، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا، وأخيرا ما حدث في غزة. فبالتالي هو المراد
والمخطط له هو حرق الأطراف للتأثير على القلب، لأنه إذا تم التأثير على القلب بالشكل المخطط له خلاص هتنتهي الأمة يعني العربية. نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بإعلان دولة مستقلة للأشقاء الفلسطينيين. وأشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف. في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين تواصل الدولة بذل أقصى الجهود لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا في حين وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء. وتستهدف القافلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عليهم نتيجة الاعتداء الإسرائيلي. يقود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة. القافلة تضم 100 السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والأغطية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يقود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. قافلة التحالف الوطني تضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم وأربعين ألف بطانية، كما تضمنت المساعدات ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية. وكذلك فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة للشعب الفلسطيني، تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري. هذا وقد استمر مطار العريش في استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات الدولية والإقليمية لإيصالها إلى قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دماء تساوي حياة، وذلك بكافة محافظات الجمهورية. وتقود مصر جهودا مكثفة على عدة جبهات لصون الدم الفلسطيني ووقف سياسة القتل والاستهداف للمدنيين، وكذلك لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والمؤن بشكل عاجل لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وتطورات بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت منظمة اليونيسف العمل بشكل عاجل مع الهلال الأحمر المصري على توفير الإمدادات الضرورية لسكان غزة في ظل الأزمة المتصاعدة في القطاع. وأضاف اليونيسف أنه يعمل على إرسال شاحنات محملة بالمياه إضافة إلى حقائب لوازم صحية تلبية للاحتياجات الإنسانية العاجلة ل 150 ألف شخص في غزة. هذا وتدعو يونيسف إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق حتى يتسنى توسيع نطاق تقديم الإمدادات. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال إطلاق حملة تبرع بالدم للعاملين بالأكاديمية وخريجيها. وتوافد العاملون بالأكاديمية وخريجوها للتبرع بدمائهم والتأكيد على تضامنهم الكامل تجاه الشعب الفلسطيني. وتبرع العاملون بدمائهم من خلال وجود فرق طبية من جمعية الهلال الأحمر لإجراء الفحوصات الطبية للمتبرعين وسحب عينات من الدم لديهم. احنا مبادرة شريان واحد دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا كشعب مصري وكشباب مصريين، ان احنا نقف جنب اخواتنا الفلسطينيين في قضية التبرع بالدم. دي اقل حاجة ممكن ان احنا نقدمها لهم في القضية الراهنة في الوضع الحالي. طبعا احنا
التحالف الوطني وحياة كريمة وغيرهم من الكيانات ودت المساعدات العينية على الحدود دلوقتي، يعني مسافة السكة زي ما بنقول. طبعا دي فرصة كبيرة ان احنا نقدر نشارك بدمائنا وقلوبنا مع الاخوة في فلسطين. دي كانت فرصة كبيرة، طبعا بنشكر القائمين على التنظيم لإتاحة الفرصة دي. طبعا اللي بيحصل في فلسطين يعني حاجة يعني تعز على الجميع كعرب وكمصريين خصوصا، يعني فاحنا أقل ما يمكن أن نقوم بتقديمه للأخوة في فلسطين، يعني أن احنا نقدم دمائنا ليهم. نقدم كل الدعم لإخواتنا في فلسطين، وطبعا تماشيا مع اتجاه الدولة في دعم إخواتنا الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، وربنا ينصرهم طبعا إن شاء الله يعني. وبنحاول يعني نكون داعم ليهم قدر الإمكان في أي حاجة إن شاء الله هم يكونوا محتاجينها. حيا الله الشهادة. الدمار اللي احنا فيه. زهر هيا شايف معها ورد مسجدها. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، حيث ركز الطرفان على اللقاء على تطورات الأحداث في غزة. وأعرب كل من الأمين العام ورئيس المفوضية عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء، وأكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، إلى جانب الوقوف الفوري لجميع أشكال التصعيد. أعرب سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح عن شكره لرئيس السيسي على كافة الجهود التي تبذلها لدعم القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض آخر التطورات والمستجدات التي وصفها بالخطيرة والصعبة والتي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة، حيث أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض حاليا لحرب إبادة جماعية ممنهجة. الشكر موصول إلى مصر الشقيقة الكبرى، وإلى القيادة المصرية، وإلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما تقدمونه وما تقدمه مصر من دعم وإسناد تاريخي مستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ونحن نلتقي اليوم معكم في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، يتعرض شعبنا الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده بشكل أساسي ومبدئي. كما أضاف سفير فلسطين أن اللحظات العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تؤكد ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية. أعتقد أن هذه اللحظات التاريخية العصيبة التي نمر بها تتطلب منا في الشعب الفلسطيني العمل يدا بيد وكتفا بكتف وعلى قلب رجل واحد لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية برعاية مصرية. ونحن من خلالكم نؤكد مرة أخرى ومرارا وتكرارا بتمسكنا بالرعاية المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية، ونرحب وكما رحبنا سابقا بأي جهود أخرى تساند وتدعم الجهود المصرية سواء كانت من الأشقاء أو من الأصدقاء.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 والجرحى نحو 10150 منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الصحة أن الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042. أما في الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 55 شهيدا. أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في 7 أكتوبر على التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة. كما أضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم أسر أكثر من 120 إسرائيلية. السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. بوتين يقول إن الجيش الروسي يحسن مواقعه على خط الجبهة ومناورات لأسطول البحر الأسود قبالة القرم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يحسن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا بما في ذلك حول أفديفكا. وقال بوتين أن القوات الروسية عززت مواقعها في مناطق كوبيانسك وزابوريجيا ومنطقة أخرى محيطة، مشيدا باستراتيجية الدفاع النشط التي تنفذها قواته، وأضاف أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل تماما. ذكرت الإدارة العسكرية لإقليم خاركييف الأوكراني أن شخصين لقيا حتفهما بينما أصيب آخر بجروح بعدما قصف الجيش الروسي قرية تابعة لإقليم بقنبلة موجهة الليلة الماضية. وأوضحت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن قتالا عنيفا يدور في منطقة كوبياناسكا، لافتة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت 10 هجمات للروس خلال 24 ساعة الماضية. أعلن حاكم مدينة سيفاستبول في شبه جزيرة القرم المعين من روسيا، أعلن أن أسطول البحر الأسود الروسي يجري تدريبات بحرية باستخدام قاذفات الصواريخ قبالة سواحل المدينة. ويقوم أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية بتنفيذ العديد من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا من خلال مقره الرئيسي في سيفاستبول. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلائية للمعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة أكسون موبيل الأمريكية في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة. وخلال لقائه الواجب فان نائب الأول للشركة استعرض مشروعات وخطط توسعات الشركة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. كما أكد مدبولي تطلعه لعقد مزيد من الشراكات التي تؤدي لتوسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القوية والتاريخية القائمة
بين مصر وشركة أكسون موبيل التي تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 100 عام. تواصل الحكومة تنفيذ مبادرات خفض الأسعار والتي تستهدف خفض الأسعار للسلع الأساسية بنسبة 15 إلى 25%، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وخاصة أسعار المنتجات الغذائية. تأتي المبادرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن، البيضاء والمكرونة والسكر والزيت والأرز، وذلك إضافة إلى إعفاء السلع التي تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر. عن كاهل المواطنين، تواصل أجهزة الدولة تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية. مبادرة للسلع الاستراتيجية تتراوح تخفيضاتها من 30 إلى 40% على جميع السلع الاستراتيجية زي الزيت، السمنة، المكرونات، الرز، السكر، الألبان، الجبن. تأتي المبادرة تنفيذا للتوجيهات القيادة السياسية، حيث تواصل الدولة خفض أسعار السلع الأساسية والتي تم التوافق عليها مع القطاع الخاص، حيث حرصت الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية. التخفيضات بتتراوح من نسبة 20% لـ30%. الرز كان بـ25 نزل لـ22، الزيت نزل من 41 لحد 31، السكر نزل من 40 لحد 27، والمكرونة نزلت من 10 لحد 6.5 جنيه. وطرحت الدولة كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم إحالة المسؤولين في موقع مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة. تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية مجهولة المصدر حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية. وأشارت الشكاوى التي تلقاها المجلس إلى أن الدولة على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا القائمة المبدئية لطالب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، متضمنة أعداد المزكين والتأييدات التي حصل عليها كل منهم. وتباشر حاليا لجنة تلقي طلبات الترشح عملية حصر نماذج التأييد التي حصل عليها عدد من المرشحين، وكذلك فحصها تمهيديا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة ثم إعلانها غدا. ويلي عملية الإعلان للقائمة المبدئية لطالب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 تلقي اعتراضات طالب الترشح على مدى يومين، هما الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفحصهما والفصل فيهما خلال يومين تاليين. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي رئيس الحزب. قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي إن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعبر ويعتبر نفسه جزءا من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميا في عملها. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خطابا من نقابة المهن الزراعية
تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي وإطلاقها عددا من الندوات التوعوية في كافة المحافظات لتوعية جموع المزارعين والعاملين في المهن الزراعية المختلفة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعربت الحملة عن ترحيبها بزيارة النقابة لمقر الحملة ومبادرتهم في إقامة المبادرة التوعوية للمواطنين وخاصة المزارعين المشاركين الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وأوضح المستشار محمود فوزي رئيس الحملة خلال استقباله الوفد أن الفن المصري يمثل القوى الناعمة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن للفنانين دورا كبيرا في توعية المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية. من جانبه وجه وفد نقابة المهن التمثيلية الشكر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديره للفن المصري ودوره في مخاطبة الوعي والفكر. احتفلت مصر بتخريج جيل جديد من أبنائها الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة. كاميرا التلفزيون المصري شاركت الطلبة وذويهم هذا اليوم، والتقت بعدد من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. ملازم تيار تحت الاختبار عمرو ايمن محمد وجيه، هو كان شرف ليا الحقيقه في من البدايه من الاول خالص، ان هو كان حلم ليا انضمامي للمؤسسه العسكريه، خصوصا وجودي كطيار كاول طيران في الكليه الجويه، ده شرف ليا وحلم كبير كنت بسعى ليه وبجتهد ليه، والحمد لله ان انا قدرت احققه، وده مجرد دي البدايه، لسه ان شاء الله لسه انا هحاول ان يعني انا هثبت نفسي ان شاء الله، لان دي مجرد لسه البدايه، وان شاء الله اكون عضو فعال داخل المؤسسه ان شاء الله. سلوى محروس والدة ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه، والله أقول له ألف مبروك يا عمر، ربنا إن شاء الله كده يتم لك على خير، شرفنا ورفع راسنا الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا، ربنا يبارك فيه هو وزمايله يا رب إن شاء الله. والله رسالتي ليه إن هو يبقى على قد المسؤولية اللي هو إن شاء الله داخل عليها يعني، وإن هو يبقى متحمل مسؤولية المكان والدفاع عن مصر والأراضي المصرية إن شاء الله، ما يعني ويبقى قد الاختبار يعني قد المسؤولية اللي هو فيها. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع الزميل محمد عبد الله، إليك. شكرا أميرة وشكرا أدى. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. شاركت مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي في نسخته الرابعة بمدينة اسطنبول، وعقد الوفد المصري سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، وذلك في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية. كما تم عقد اجتماع مع جمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار الصناعي بمصر في 152 فرصة استثمارية من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية. وصل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى مدينة هانغشتو بالصين لبحث سبل التعاون مع مستثمرين ورجال أعمال في عدة مجالات من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة. وخلال الزيارة وقع جمال الدين مشروعات جديدة لإقامة مصانع للمنسوجات والملابس بغرب القنطرة الصناعية باستثمارات تزيد عن 100 مليون دولار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء، سلط من خلاله الضوء على صناعة البتروكيماويات وخاصة الخضراء منها. وتطرق تقرير مجلس الوزراء إلى واقع وآفاق صناعة البتروكيماويات الخضراء في مصر
وأبرز المشروعات الكبرى في هذا المجال، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.1 مليون طن متري من الكربون سنويا. تتوسع الدولة في إنشاء وتطوير الطرق، من بينها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة. تستهدف تلك الطرق ربط الدائري مع الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية. بهدف تسهيل الحركة المرورية تتوسع الدولة في إنشاء وتطوير الطرق الدائرية، ومن بينها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية كأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، وهو من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة. الطريق الدائري احنا بدأنا المرحلة الأولى بتاعته من عند تقاطع المريوطية مرورا بتقاطع الاتصالات، تقاطع الإسماعيلية مسترد الزراعي طوله حوالي 76 كيلو، وده اتوسع من 3-4 حارة زيادة عن اللي كان موجود، بالإضافة للمطالع والمنازل بتاعته، في حاجات استحدثت، مطالع ومنازل استحدثت، بالإضافة لتأهيل المطالع والمنازل بتاعته. احنا واقفين دلوقتي في تقاطع مسترد، من التقاطعات المهمة جدا على الطريق الدائري في المسافة من السلام للزراعي. التقاطع ده من أهميته ربط الطريق الدائري مع طريق إسماعيلية الزراعي. التقاطع ده كان من أهميته ضمن مشروع التطوير والتوسعة، وسعنا الطريق نفسه عشان يوصل من 4 حارات في كل اتجاه ليصبح 7 حارات في كل اتجاه. دي من الحاجات الأساسية اللي كانت ضمن المشروع. مع انتهاء أعمال المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، تتواصل أعمال المرحلة الثانية على قدم وساق، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، هذا إلى جانب تنفيذ الطريق الخدمي السطحي والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الداخل والخارج، ويضم منظومة نقل صديقة للبيئة. في إطار خطة الهيئة لتطوير التقاطعات المرورية الهامة على الطريق الدائري، احنا هنا النهاردة في تقاطع طريق اسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري. تم توسيعة الطريق الرئيسي 3 حارات من كل اتجاه ليصبح 7 حارات مرورية من كل اتجاه، ده الطريق الدائري نفسه. مشروع التويز تردد السريع على الطريق الدائري هو أحد مشاريع النقل الجماعي الأخضر المستدام الجاري تنفيذها في القاهرة الكبرى. المشروع بيأتي ضمن خطة تطوير الطريق الدائري بالكامل. خطة تطوير الطريق الدائري كانت بتشمل على 6 مشروعات هدفها استيعاب الحركة المرورية وتنظيم الحركة المرورية. عمل لا يتوقف في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل، بهدف رفع مستوى الخدمة لمستخدم الطرق، إلى جانب استيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة واستهلاك الطاقة للمركبات، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى الإغلاق، تداولات مستهلة عمليات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 32 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.384 تريليون مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 56 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX 30 بنسبة 1.61% ليبلغ مستوى 20324 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.22% ليبلغ مستوى 3751 نقطة. وشمت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 1.68% ليبلغ مستوى 5645 نقطة. تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 4% متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
في المقابل واصل المؤشر القطري الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا بنسبة 1% بدعم من قطاعي الصناعة والطاقة. أظهرت بيانات حكومية أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.7% من 2% في الشهر الماضي. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن أكبر مسبب للتضخم ظل إيجار المنازل الذي ارتفع بنسبة 9.8%، ما ساهم في ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%. نهاية أخبار الاقتصاد. من جديد أعود إلى أميرة وأدى. شكرا لك محمد. يواصل معرض شباب مصر ببني سويف استقبال الجمهور من الزائرين بعد نجاح الدولة في إعادة تأهيله وتشغيله عقب تعرضه لحريق في شهر مايو الماضي. من جانبه جدد شباب المشاركون بالمعرض امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض. بسعادة غامرة يستقبل أصحاب المحلات بمعرض شباب مصر ببني سويف الجمهور من الزائرين الذين ظهر إقبالهم على المعرض بشكل ملحوظ. من جديد تعود الحياة للمعرض بعد أن نجحت جهود الدولة في إعادة تأهيله وتشغيله تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك عقب تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي. تاني يوم لما السيد رئيس الجمهورية أعلن إن لازم الشباب ده الحاجة ترجع لهم تاني، ودي طبعا كانت يعني كل جميع أهل بني سويف، ستات رجالة أطفال حريم، كله كان مبسوط جدا وكله كان بيشكر السيد الرئيس. من جانبهم جدد الشباب المشاركون بالمعرض امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذي مثل دعما معنويا وماديا غير محدود ساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم. احنا استلمنا المكان، مكان بصراحة جميل، مكان ومنتهى الجمال، مبنى جميل، وبنشكر سيادة الرئيس. من التوجيهات بتاع الرئيس المعرض قام تاني، ونشكر طبعا سيادة الرئيس. ما توقعناش ان احنا هنرجع كده زي الاول واحسن. والله احنا بنتعامل مع زبائن تمام، وكل المنتجات اتغيرت طبعا، وبقى في يعني في بنوفر كل حاجه للزبون، يعني الزبون الطبقه المتوسطه والطبقه الراقيه والطبقه العاديه. ويقام المعرض على مساحه اجماليه تبلغ 2700 متر مربع، ويتكون من 102 من المحلات باحجام ومساحات متفاوته تناسب كافه الانشطه والمنتجات الخاصه بالمعرض. وإلى هنا انتهت نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عنوانها. خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تجدد رفضها لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وتدعو لقمة إقليمية ودولية. أضخم قافلة إنسانية مصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنتظر في العريش مع تواصل مبادرات التبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة إلى 2384، وتل أبيب تسجل 1400 قتيل. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.